في موقف جد إنساني، قررت الأخوات باتما، ابتسام، دنيا وإيمان أن يساعدنا ضحايا الزلزال بأنفسهن، وهذا ما قمنا به. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. البارح فاش حطيت هذاك الفيديو بزاف الناس تفاعلوا معايا وبغاو حتى هما يتعاونوا، منهم صديقات ديالي. دابا انا متوجهه للمنطقه من دوك المناطق. اتصلوا بينا بزاف الناس ولقينا بانه داخل مراكش كاينين الناس متضررين وما جا نسوفهم حتى واحد، فاضطرينا في الملاح فاضطرينا ان نجيو حنايا هنا وسط مراكش، وان شاء الله غدا غنتوجهوا مع الاصدقاء ديالنا منطقة. كما ظهرت الأخوات فاطمة في فيديو وهن في سوق ممتاز يقومن بشراء الأغراض والمستلزمات اللازمة من خضروات وفواكه وغيرها من المواد الغذائية والأساسية التي سيحتاجونها لا محال ضحايا الزلزال. وكغيرها من الفنانين والفنانات المغاربة، قررت دنيا باتما أن تساعد ضحايا الزلزال، وهذا ليس بالغريب عنها، فنحن نتذكر التبرع الذي قامت بإرساله لوالدي الطفل ريان الذي كان قد سقط في البئر، وهذه بعض الصور.